السلام عليكم، الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جي. اليوم نتقابلوا في فيديو باش نحكيو فيه على اخر مخرج في معرض MWSA 2016 في برشلونة. المعرض هذا يصيروا فيه اكبر لزانونسمون تاع التليفونات كيما ال LG G5 والسامسونج جالكسي S7 او ال S7 Edge، وكيما كل عام سامسونج والLG وسوني يخرجونا التليفونات القواو نتاعهم الاود جام نتاع تليفوناتهم، وكالعادة احنا نعملوا عليهم نظرة ونشوفوا شنو هما لي كاركتيرستيك نتاعهم واهم المواصفات نتاعهم. Let's jump into the new video after the intro. نبداو بالـ LG G5. التليفون يتميز بمواصفات قوية ومميزات جديدة وأكسسوارات جدد تخليه واحد من أحسن التليفونات السنة. بالنسبة للديزاين، التليفون مصنوع بكل من الألمنيوم، وأول ما تغزل التليفون من تالي تتفكر النكسس 5X اللي صنعته LG. الجناب جاو مجنبين بالباهي ومحنين، ومن تالي فما دو كاميرا والسنسور متاع الفينجر برينت. التليفون يوزن 159 غرام وخشنه 7.7 مليمتر، ويجيب اكرون 5.3 بوس كواد اتش دي بكثافة 554 بيكسل بير انش، ومحمية بلار من نوع غوريلا جلاس 4. هذا الكل يخدم بالاندرويد 6 مارشميلو مع المود LG UX 5.0 جديدة. بالنسبة للبرفورمانس، التليفون فيه سناب دراجون 820 كواد كور مع جي بي يو اندرينو 530 و 4 جيجا بايت رام مع 32 جيجا بالنسبة للروم، وتنجم تزيدهم بكارت ميموار حتى 2 تيرا بايت. الكاميرا، وإلا تنجم تقول 3 كاميراوات، زوز من تالي بحذا بعضهم، لو الأولى 16 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجا بيكسل، واللي تقدم فيو انجل يوصل حتى 135 درجة، وهكي يفوت حتى الفيو انجل متاع عين الإنسان اللي عنده زاوية توصل 120 درجة. وبالنسبة للكاميرا القدامية نلقاها بكاليتي توصل 8 ميجا بيكسل. تحت الزوز كاميراوات نلقاو الهوم باتن، هو بيدو الفينجر برينت سنسر ويخدم بالتكتيل، يعني كيما ال LG V10. الباتري ترفع 2800 ملي امبير، وهذا ما عجبش برشا لعباد، لكن LG قدمت ال LG فريندز، هما قطايا يركبوا من لوطا في التليفون خاطر ديمونتابل بكله، ومن لوطا كيك نجم تركب قطايا كيما الكاميرا اللي تزيد كيما الكاميرا هذه اللي تزيد 1200 ملي امبير، وتمكنك باش تستعمل الكاميرا بطريقه خير، واكسسوارز اخرين كيما ال LG هاي فاي بلس. وهذه فاز جديده من عند LG، واللي هي عباره على امبليفاير تمكنك من استعمال ليكاسك اللي يطلبوا هاي امبيدنس، يعني ازيد كورون باش يخدموا مريقلي. الباتري تدعم الكويك تشارج 3 وتشارجي حتى 83% في نص ساعه، هذا كل حسب ما قالت LG. ونلقاو في التليفون الـ USB Type-C، واللي نعتبرها خطوة جريعة من LG خاطر مازالوا النوع هذا متاع الـ USB ما تعرفش بالباقي في العالم. وفي الأخر نلقاو الـ Always On Display، وهي تقنية تحط الإكران توريك الوقت والدات ما غير ما تخدمها، وهذا مميزات الـ OLED Display. وقالت LG أنها تستهلك 0.8% من الباتري. وفي الأخر نلقاو شوية أكسسوريز تفخرت بيهم LG في أخر الكونفيرانس، كيما الـ LG 360 Cam اللي تصور تصويره وفيديو 360 درجة باش نستعملوها في الفي ار هيدسيتس، واعلنت زادة على ال جي 360 في ار باش تتنافس مع المصنعين الاخرين كيما سامسونج وكيما سوني اللي عندهم دي كاسك متاع في ار هيدسيتس. من بعد ال جي، سامسونج تكشف على الاس 7 والاس 7 ايدج في مؤتمرها اللي تفرج عليه الحاضرين غاديكا بالسامسونج جير في ار، الكاسك متاع الفيرتشوال رياليتي متاع سامسونج. So please put on the gear VR that you found on your seat and join us as we enter a new galaxy of unlimited possibilities. نتعدي للصيح. الـ S7 والـ S7 Edge يخدموا بالأندرويد 6 مارشميلو، وجاو بديزاين يشبه برشا إذا ما قلناش هو بيدو متى الجالكسي S6. سامسونج ركزت على تطوير البرفورمانس متاع التليفون، وحكايات أخرى تميز الـ S7 على الـ S6، ومنها الووتر بروف اللي ما كانش موجود في الـ S6، ويجي بمعيار IP68، ورجعت الكارت ميمور اكسترن، وإذا ما تستحقلاش تنجم تحط عوضها كارت سيم أخرى مع الكارت سيم الأولى. التليفون يجيب كله بلار من تالي، لكن هالمرة سامسونج خدمت على البلار هذا باش ما يلقطش الفينجر برينتس، ويقعد منظره ديما مزيان مع كركاس حديد محني في الأطراف. وزن الـ S7 وصل 152 غرام مع خشن 7.9 ملم.
أما بالنسبة للإتش وزنه 157 جرام وخشنه 7.7 مليمتر. الـS7 يجيب إكران كبرى 5.1 بوس وياخو 72% من مساحة التليفون بكله. أما الإتش يجيب إكران أكبر منه واللي هي 5.5 بوس وتاخو 76% من التليفون. وزوز يجيب ريزوليسيون كواد إتش دي محمية بلار غوريلا غلاس 5 مع ميزة الأولويز أون ديسبلاي كما في الجي 5. بالنسبة للسي بي يو سامسونج ما علنتش على الموديل بالضبط، لكن قالت انه اسرع ب 30.4% من الاس 6. والاكثرية التليفون باش يجيب سناب دراجون 820 ولا الاكزينوس 8890 حسب الدولة اللي انت فيها، مع رام 4 جيجا. التليفون يتوفر ب 3 فيرسيون، هو ال 32 جيجا، ال 64 جيجا و 128 جيجا. وفيه تقنية جديدة تبرد التليفون من داخل وهكاك يعطيك بيرفورمانس خير من ناحية السي بي يو والجي بي يو. الكاميرا واللي برشا ما فهموش علاش سامسونج نقصت في الميجا بيكسلز من 16 ل 12، ولات خير خاطر سامسونج وسعت في الاوفرتور نتاع اللينز اللي ولات f1.7 وكبرت في حجم البيكسل وهكاك يجيو تصور خير واوضح واصفى من كل النواحي. وبالنسبه للكاميرا القداميه ما زالت 5 ميجا بيكسل، وقالت سامسونج انه 100% من البيكسلز الموجودين يستعملوا في الاوتو فوكس كيما في عين الانسان. نتعداو الباتري اللي ولات 3000 ملي امبير، واما بالنسبه للاج في باتري 3600 ملي امبير على خاطر الاكرون الكبيره اللي فيه تستحق اكثر شارج. ونلقاو زادا الكويك تشارج 3 اللي يشارجي 83% من التليفون في نص ساعه. نلقاو زادا الفينجر برينت سنسر جديد واللي قريب ياسر للسرعه نتاع الايفون 6S. تنجموا تشوفوا التيست ونحط لكم ليان لوطا. وفيه زادا مستشعر نتاع دقات القلب، والتليفون يجيب 4 الوان هما الاكحل الابيض السيلفر تيتانيوم والجولد. ونفكر انه اذا تعمل بري كوموند للتليفون قبل 10 مارس واللي هي الداتا اوفيسيال نتاع لونسمون تاخو الجير في ار بلاش. اوكي، كانت هذه اهم المواصفات نتاع الجالكسي اس 7 واس 7 ايدج والال جي جي 5. ان شاء الله عجبكم الفيديو، كان عجبكم حطوا لنا لايك، كان ما عجبكمش حطوا لنا ديسلايك، كومنت، شير، سبسكرايب. مرحبا بكم في شات تونيزيان جيمرز، كان معكم احمد كابو من موقع تونيزيان جيمرز، نعود فيها ما نعرفش علاش. تشاو.